الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة، نبدأ في قراءة كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى بن ثورة الترمذي، وإنه من أعظم الكتب المصنفة في صفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الشيخ الألباني رحمه الله فيه، أي في هذا الكتاب: إنني لأرجو مخلصا أن يكون هذا الكتاب هاديا للمسلمين جميعا إلى التعرف على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الخلق الكريم، وما كان متحليا به من الشمائل الكريمة، فيحملهم ذلك على الاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه والاقتباس من نوره. في زمن كاد كثير من المسلمين أن ينسوا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفيهم بعض الخاصة من بعض الدعاة وغيرهم الذين زهدوا عن الاتساء به صلى الله عليه وسلم في كثير من هديه وآدبه، كتواضعه في لباسه وهديه، في طعامه وشرابه، ونومه وصلاته وعبادته، بل وجد فيهم من يزهد المتبعين لسنته في اتباعه صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك، إلى آخر كلام شيخنا الألباني رحمه الله. أقول: وفي اتباعه صلى الله عليه وسلم يحصل المسلم خير الدنيا والآخرة من محبة الله ومغفرته وهدايته وتوفيقه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. كما أن بترك سنته وهديه الفتنة والاختلاف والشر. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن تأمل الفتن التي أطلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقرونها، فأوهنت من عضدها وفرقت جمعها وشتتت شملها وخالفت بين كلمتها وأطمعت بها عدوها، فجاس خلال ديارها قتلا ودمارا وسلبا وتدنيسا
عرف أن سببها ترك هديه صلى الله عليه وسلم وترك ما جاء به من الخير والهدى، ولا رفعة ولا عزة للأمة إلا بأن تعود إلى رشدها فتترك التفرنج وأخلاق وسنن غير المسلمين وتعض بالنواجد على أخلاقه وسننه صلى الله عليه وسلم. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول كما في مجموع الفتاوى: فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالفة لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة. وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوي: وكذلك الشام كانوا في أول الإسلام في سعادة الدنيا والدين، ثم جرت فتن وخرج الملك من الملك من أيديهم، ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم، واستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل وفتحوا البناء الذي كان عليهم وجعلوه كنيسة. ثم صلح دينهم فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور، فطاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ الضابط الزاهد الوارع عز الدين أبو محمد عبد المؤمن ابن عبد الرحمن بن محمد بن عمر ابن العجم قراءة عليه ونحن نسمع بحلب: حرص الله في 12 شهر ربيع الآخر من 23 و700. قال: أخبرنا الشيخ الإمام كمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد القحطار بن النصيبي قراءة عليه في 88 و600. قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الزاهد الورع الشريف فاختار الدين أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل ابن عبد المطلب الهاشمي قراءة عليه بحلب في 20 شهر رجب من 13 و600. قال: أخبرنا الأديب أبو حفص عمر بن علي بن أبي الحسين الكرابيسي يعرف بالشيخ والشيخ الصايد أبو علي الحسن بن بشر بن عبد الله النقاش
قراءة عليهما في يوم الثلاثاء سادس جمادى الأولى سنة 46 و500 بمدينة بلخ. والشيخ الإمام أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي قراءة عليه ببلخ أيضا. والشيخ الزاهد أبو الفتاح عبد الرشيد بن نعمان بن عبد الرزاق الولوالجي لاثنتي عشر ليلة خلت من ذي القعدة سنة 55 بسمرقند. قالوا جميعا أخبرنا الدهقان أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد البلخي قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الأديب أبو سعد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الحافظ الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيما الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكرادس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. وبه قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد. قال: وحدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطحم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ذكره الترمذي وكذلك في تحفة الأشراف. وقال المؤلف: الحديث ضعيف. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط الشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة.
والصبب الحضور، يقال حضرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان أشنب دقيق المصروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متمسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكرادس أنوار المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خصمان الأخصمين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا دريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. والحديث في تحفة الأشراف وهو ضعيف جدا. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكال العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب.
الحديث رواه مسلم وهو في تحفة الأشراف. وفي قال حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. والحديث في الترمذي وفي تحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. الحديث في البخاري وفي تحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. الحديث في تحفة الأشراف وهو صحيح لغيره. وبه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبر الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبك يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. حديث رواه مسلم وهو في تحفة الأشراف وهو صحيح. وقال أخبرنا حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجهه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا رواه مسلم والحديث صحيح. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. حديث في تحفة الأشراف وهو ضعيف جدا. باب ما جاء في خاتم النبوة. وبه قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. والبخاري ومسلم وتحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. رجعه مسلم وفي تحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال: حدثنا أبو مصعب المديني وحدثنا يوسف بن الماجشون عن أبي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. حديث في شق تحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قال: وحدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله المولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. الحديث رواه الترمذي وهو في تحفة الأشراف وهو ضعيف. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت قال: حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال: حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. دي في تحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقات عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلة فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. والحديث في تحفة الأشراف وهو حديث حسن. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا بشر بن الوضاح حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. حديث في تحفة الأشراف وهو حسن.
وبه قال: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري، أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثاليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رواه مسلم وفي تحفة الأشراف وهو صحيح. باب ما جاء في سعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، رواه مسلم وهو في تحفة الأسرار، فالحديث صحيح. وبه قال: حدثنا عناد بن السري أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، رجعه أبو داود وهو في تحفة الأشراف، الحديث صحيح. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان سعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالصبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، رواه البخاري ومسلم وفي تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر، أخرجه البخاري وهو في تحفة الأشراف، والحديث ضعيف. وبه قال: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، رجعه مسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، رجعه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات فائر أربع، والحديث ضعيف، ذات فائر أربع لا يصح في الضفائر شيء.
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حائض. رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشعار. وبه قال حدثنا سفيان بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان إن هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. وفي تحفة الأشراف والحديث ضعيف. وبه قال حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وهو أبو داود والنسائي وهو في تحفة الأشراف الحديث صحيح. وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. وهو في تحفة الأشراف والحديث ضعيف. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. وهو البخاري وهو في تحفة الأشراف. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. الحديث في تحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو داود حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه. وهو مسلم وفي تحفة الأشراف. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوالدي الكندي الكوفي وحدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. الحديث صحيح لغيره. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهو التلميذي وفي تحفة الأشراف الحديث صحيح. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها.
هذه في تحفة الأشراف وهو صحيح. وأبي قال حدثنا علي بن حجر حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن إلاقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الربابي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. حديث رواه أبو داود والنسائي وهو مختصر في تحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. حديث في تحفة الأشراف وهو صحيح. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. رواه أبو داود والنسائي وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. وبه قال حدثنا سفيان بن وكي حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حديث في تحفة الأشراف وهو صحيح لغيره. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة وأعله بعضهم بالاضطراب. وبه قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردع من حناء. شك في هذا الشيخ والشك هو لإبراهيم ابن هارون. والحديث في تحفة الأشراف وهو ضعيف. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد ابن سلمة حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. حديث في تحفة الأشراف وهو صحيح. قال أحمد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه مخضوبا. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال افتحلوا بالإثم دي فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له والحديث صحيح. أما قوله وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، الحديث في تحفة الأشراف وهو ضعيف جدا. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حا وقال حدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، وهو في تحفة الأشراف وهو ضعيف جدا. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعراء. حديث في تحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر، وهو أبو داود والنسائي وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن الصحيح عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الحديث صحيح. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وهو أبو داود وفي تحفة الأشراف والحديث صحيح. وبه قال حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا. حديث صحيح. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. الحديث صحيح. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج حدثنا محمد بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة العقيلية
عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود وهو في تحفة الأشراف والحديث ضعيف. وبه قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمسقط وإن قميصه لمطلق، أو قال: زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. وأبو داود وتحفة الإشراف والحديث صحيح. وبه قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا أحمد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. الحديث في تحفة الأشرف وهو صحيح. وقال عبد بن حميد قال: محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي. فقبض على ثوبي ثم قال: أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك. قال: فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. وبه قال: حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود وفي تحفة الأشراف والحديث صحيح. وبه قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي، حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة. رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن صحيح حدثنا سفيان عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراه حبارة. رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا علي بن خشرمي، حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لا تضرب قريبا من منكبيه. رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. والنسائي وأبو داود وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح.
أبي قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنهما قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة رواه أبو داود وهو في تحفة الأشراف وحديث حسن. وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وهو أبو داود وهو تحفة الأشراف والحديث صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسوا البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. والنسائي وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن مني حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مط من شعر أسود رواه مسلم وهو في تحفة الأسرار. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين رواه البخاري ومسلم وتحفة الأشراف. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وأن ينفعنا بما قرأنا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يوفقنا للتمسك بكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.